على الرغم من أن تناول المصادر الغنية بفيتامين د أو تعريض الوجه والأيدي والأرجل للشمس مدة 5 إلى 10 دقائق من 2 إلى 3 مرات أسبوعيا يساعد على رفع مستويات فيتامين د، لكن هذا الأمر يصعب في الغالب ولا يكفي لتغطية جميع الاحتياجات، وبالتالي فإن الطريقة الأمثل للحصول على فيتامين د هي بتناول المكملات الغذائية، وهذا مع استشارة الطبيب المختص في ذلك لتحديد الجرعة المناسبة. ومن الجدير بالذكر أن معظم فيتامينات ما قبل الولادة تحتوي على 400 وحدة دولية من فيتامين د، ولكن يجب الحذر من زيادة فيتامين د عند المرأة الحامل، فقد يحدث تسمم بفيتامين د أو ما يسمى بفرط فيتامين د عادة بفعل الجرعات العالية من المكملات الغذائية، ولا يكون بسبب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د ولا حتى من التعرض لأشعة الشمس، لأن الجسم ينظم هذه الكميات بطريقة مناسبة، ولا ينصح بتناول مثل هذه الجرعة أبدا للنساء خلال فترة الحمل. ومن الممكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من فيتامين د إلى بعض المضاعفات التي قد تحدث نتيجة لزيادة مستويات فيتامين د عند المرأة الحامل، وفيما يأتي تفصيل ذلك: أولا زيادة خطر حدوث الكسور، ثانيا ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى الشعور بالغثيان والتقيؤ والضعف العام والتبول المتكرر، كما يمكن أن تتطور إلى حدوث آلام في العظام ومشاكل في الكلى مثل تكون حصوات الكالسيوم. وفي حال حدوث هذه الأعراض لابد من إيقاف استهلاك مكملات فيتامين د والحد من تناول المصادر الغذائية للكالسيوم، كما أن الطبيب المعالج قد يصف بعض السوائل الوريدية. وتزيد المستويات الطبيعية لفيتامين د من احتمالية حدوث الحمل في حال كان الشخص يعاني من نقص فيتامين د، وهذا ما يفسر وجود فحص مستوى فيتامين د كجزء من الفحوصات للخصوبة، ويتم إعطاء مكملات للنساء اللواتي يعانين من نقص في فيتامين د في مستوياته. فقد أجريت دراسة على 2700 امرأة لوحظ أن النساء اللواتي يمتلكن مستوى طبيعيا من فيتامين د كن أكثر قدرة على تحقيق نتيجة حمل إيجابية بما يعادل نسبة تصل إلى 46% لحدوث الحمل، وبالنسبة تصل إلى الثلث لولادة الجنين، وذلك مقارنة بالنساء اللواتي يعانين من نقص في مستويات فيتامين د. وعلى الرغم من عدم وجود دراسات كافية لتأكيد تأثير فيتامين د في حدوث الإجهاض، إلا أنه قد قامت دراسة رصدية تشير إلى أن نقص فيتامين د في الفترة الأولى من الحمل أو خلال 3 أشهر الأولى قد يزيد من احتمالية الإجهاض. وأشارت دراسة أخرى أن استهلاك كمية كافية من فيتامين د قبل الحمل قد يساهم في التقليل من خطر حدوث الإجهاض، بينما لم يكن هناك تأثير في خطر الإجهاض عند تناول فيتامين د خلال المرحلة الأولى من الحمل أو خلال 8 أسابيع الأولى.